معايا الاستاذ اشرف من الوادي الجديد، برحب بيك. اهلا يا فندم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك، انا موظف في الميكان الزراعيه في الوادي الجديد. ايوه. احنا اخذوا مننا الورق بالورق التعيين من شهر 2 ومتثبتين على اساس من شهر 2. ايوه. لحد دلوقتي ما جالناش اي، ما اخذناش معينين، قالوا لنا ده انتم معينين على الصناديق الخاصه في تبع الميكان الزراعيه. ايوه. ولحد دلوقتي مش عارفين، ما ضمناش على وزاره الماليه، بقى لهم اسبوعين في اجتماعات مع وزير الماليه، ووزير الماليه رافض يضمن الماليه. ايوه. ومش عارفين نروح لمين. لا ليه؟ لحظه بس يا استاذ اشرف، كلمه مش عارفين نروح لمين دي مش صح، لسبب. حضرتك بتقول لي ان في اجتماع من اداره الميكان عند حضرتك بقى لهم اسبوعين بيجتمعوا مع وزاره الماليه علشان يحلوا المشكله وعشان يتم توفير درجات. يعني المشكله بيتم تداولها من القطاع اللي مشرف على حضرتك او القطاع اللي حضرتك تابع ليه وبينسق مع وزاره الماليه، يبقى هنا مفيش تقصير. وزاره الماليه مش قابله من وزاره الزراعه، مش قابلانا احنا هناك نتضم لوزاره الماليه. بسبب ايه؟ مش عارف وزاره الزراعه في ايه في لا لا بسبب ايه وزاره الماليه رافضه؟ رافضه على اساس ان احنا قطاع ذو طابع خاص، بتقول لهم ده احنا وحده ذات طابع خاص. انتوا وحده ذات طابع خاص، هو بيعتبر ايه مشكلتنا بقى؟ بيعتبروكم انتوا وحده، بيعتبروكم وحده ذات طابع خاص. تمام، احنا مش على الدوله. حاضر، انا هتواصل مع السيد رئيس قطاع الميكنه بوزاره الزراعه ونعرف وضع الموظفين في الميكنه الزراعيه في الوادي الجديد. ايوه. احنا لحد النهارده ما قبضناش شهر 12. ايوه. لحد النهارده ما راتب ما جالناش لحد النهارده. ايوه. مش عارفين نعمل ايه. راتب شهر 12. قطاع الميكنة عامل ايه عندكم في الوادي الجديد؟ قطاع الميكنة حاله سيء بجد، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الجنرالات عطلانه ومش لاقيين فلوس نسلحها. ليه بقى مش لاقيين فلوس؟ مش المفروض ان الوحده بيقول ما عندناش فلوس نسلح، ما فيش. ممكن تسمعني؟ ممكن تسمعني؟ ماشي. مش معنى ان احنا وحده ذات طابع خاص ان انا عندي معدات بشغلها وباجرها للمزارعين. تمام. ودي بتجيب لي عائد، المفروض ان في جزء من العائد ده بصرفه على الصيانه. العائد اللي الفلوس اللي بتيجي بتتورد للاداره فوق في الوزاره بالكامل. بالكامل. ايوه. وبالنسبه للمزارعين عندكم، بالنسبه للمزارعين في الوادي الجديد، في اقبال على الميكنه وعندهم وعي باهميه الميكنه؟ في اقبال. يعني انتوا المعدات من عندكم في طلب عليها؟ في طلب عليها. احنا يمكن عندنا اهم ميكنه اللي هي شرق العوينات في الوادي الجديد. ايوه. اهم ميكنه عندنا في العوينات. ايه طبيعه الخدمات الممكنه اللي بتتم عندكم؟ في عندنا الحرث والتقصيب والكومباين وكل الالات الزراعيه بنستخدمها هنا في الوادي. ايوه. حاضر يا حاج اشرف، انا هنتابع موضوع الميكنه الزراعيه في محافظه الوادي الجديد. عايزين بس يا فندم يشوفوا لنا حل، اذا كنا هنتثبت على وزاره الماليه. حضرتك عاوز انت طلبت طلبين، بتستعجل مرتب شهر 12 وعاوز تعرف موقفكم ايه بالنسبه للدرجات وبالنسبه للتعيين. مشكورك. احنا بنسال في الاداره عندنا، ما فيش حد عايز يدلنا. حاضر. لا انا معترض على النقطه دي، لان على لسان حضرتك قلت لي ان في اجتماعات من المديرين في قطاع الميكنه عندكم مع مع الماليه. اذا في ناس بتكلم معاك، مش عايز يضمنا يا استاذ محمد. يا باشا في ناس، في المسؤولين عن قطاع الميكنه بيتابعوا مع وزاره الماليه، يبقى ازاي ما حدش عايز يسمعكم؟ تخيل لحد امبارح مش لاقيين فلوس يجمعوا لنا. لا انا بركز يا باشا، انا بتكلم معاك في نقطه، ما تتكلمش في نقطه ثانيه. انت شرحت نقطه المرتبات واتكلمنا فيها، لكن انا بعترض على ان انت بتقول ما فيش حد بيسمعنا ولا بيتكلم معانا. ازاي وانت اللي قلت بلسانك بقى لهم اسبوعين بيجتمعوا مع وزاره الماليه؟ بشكرك شكرا جزيلا يا حاج اشرف. بيقولوا لنا وزير الماليه مش عاوز يقبلكم. شكرا يا حاج اشرف، هنتابع المشكله دي وهرد عليك. معايا الحاج محمد من المنيا، السلام عليكم. حاج محمد. ايوه يا باشا، السلام عليكم. اهلا بيك يا حاج محمد. سلام ورحمه الله وبركاته. معاك محمد جبال يا باشا من المنيا، مركز ابو قرقاص. اهلا بيك يا حاج. قريه الفقاعه يا باشا. الفقاعي. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. والله عندي زرع فندي في الدنين وعدى الاسفلت، ففي مزجه كان جاييني، فالاسفلت لما عدى غطى على المواسير وقفل عليه المزجه. لا بالراحه، قول لي تاني كده المشكله بالراحه. عندي فدانين يا فندي. ايوه. اصبح الوقت عم مسقيهم من الميه اللي هي بتاع الكسح اللي بتاع المحلات اللي مأخذ الميه. ليه بقى الميه مش واصله لهم ليه؟ نعم. مفهومش ميه ليه بقى؟ المزجه كان جايين وعم مسقي من ميه الطرعه نظيفه، ولما عدى الاسفلت قفل عليه المزجه. المفروض كان بتاع الري كان جاب مواسير حطها لي قبل ما يكفي. طيب انت اسمك الحاج محمد الجبالي من ابو رقاص؟ يا باشا. جمعيه الفقاعي؟ ايوه. في تفاصيل تانية عشان ابلغها لوكيل الري؟
لا بس فدونا يا باشا يعني الوقت يعني هو ده المكان ده المكان معروف جمعيه الفقاعي في مركز ابو قرقاص. محتاجين تعديل للمروه مره اخرى علشان لما اتعمل الطريق قطع عليكم الميه. قطع علينا الميه وفي حاجه تثبت يا باشا. حاضر. الاسفلت لما كسر طبعا الطريق كان الضيقه وسع فلما أيوه. وسع كسر المزج عليا. ايوه. فالوقت الماسوره قاعده تحت الاسفلت وباقي الماسوره مكشوف يعني اثبات رسمي. يعني انت قصدك تقول ان الماسوره لسه موجوده للاسفلت فوق منها وبينها وموجوده وباقيها مسدود لما عرضوا الطريق سدوا وعدونا قالوا احنا نجيب لكم مواسير. طب يعني المحليات قبل ما تعمل الطريق ده مش كانت تشوف الري اللي الناس بتسقي منه زرعها؟ كان الارض دي يا باشا يعني بتاع ناس قاعده في مصر واخد بال حضرتك ناس اورسه. انا بتكلم على المسؤولين عن المحليات المسؤولين عن الطريق ده اللي عملوا الطريق ده كان المفروض ينسق مع الري علشان ما يتلفش الخدمات اللي موجوده اللي الارض بتتزرع منها. حاضر يا حاج محمد. وعدنا يا باشا واتضحك علينا وعدنا قال وعد. ده الكلام ده بقى له قد ايه يا حاج محمد؟ بقى له قد ايه الكلام ده يا حاج محمد؟ عدوا له بتاع 3 سنين يا بيه. 3 سنين؟ هو والله وزاد عن 3 وعمال يسقي من الوقت الارض عدمت عندنا من الصرف. حاضر يا حاج محمد. بشكرك شكرا جزيلا وريت نتابع مع السيد وكيل وزارة الري بمحافظة المنيا عشان نشوف الناس بقى لها 3 سنين بتسقي بيقول من مية الصرف. احنا عايزين نحافظ على صحة المواطن وعاوزين نقول الزراعة ترجع نظيفة مرة اخرى وعاوزين نهتم بالمواطن يبقى لازم نحل مشاكل الري. فياريت نتابع مع السيد وكيل وزارة الري في محافظة المنيا ويقول لنا هتتحل ازاي المشكله دي والميه لازم توصل للارض وتكون ميه نظيفه. اذا كانت اساسا الماسوره موجوده تحت الاسفلت وبيقول ادي شاهد لسه من بقايا المروه اللي كنا بنسقي منها ارضنا.